الله سبحانه وتعالى وحليه هاي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلى هاي متش على وحن إلا جوه الله عرب كأقول إنه صامرته وحن إلى هاي رالك هاي أوحن إلى هاي موجلا سيدو كلام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يدنا توجيه سي وهكتي ووعوي تهذيب سي والله جاء إلى لي وحد نفط دبية يا وحى خير كتيرين وحى لجوها بي لجوها جي وحى خيركم وكتيرين وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة وعليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولما وحى لوحر الشرط شرط ما لوحر شرط قصر وشرط ولما أذقوي وحى ليري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قفك الرميسان إلهي يوم ما لنت قيامها قفك الرميسان محل قربا فليقل خيرا أو ليصمت هذا الكوكو الله ياه النقضه وحوى ناكسن أو خيره أما شبه هير الهامس لا والله حكم الحيام إن الخير شكته إن الهامسته في حديث آخر بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه من صمت نجا قفك آمسه النبت قليا دعا مسته لقوما هيسته لكن سهداد هذا الشو هذا الكاكو حباك دالانيا هذا هذا الشيء سيادرتك بعدتك الحكامة ها وخيرك إن بدلك حساب تمي تري وحولي هاي ما ندمت سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا ولقي بيرين تان أمسك ما قوم مين هاي سكوتك يا أمسك ونبت قليوي وعير مرك إن تان أمسي ولقي كما قوم مين إنه ما أرنين محاكو أمسيي لكن ولقد ندمت على الكلام مرارا مر بضمن تان هاللي وحي عن كوه الله كقومي معايا لوحي وكوه الله ما وحي النقدين وحان إله رأي لقلنين وعكسون إله رأي لقلنين وعوي ووحان كوه فعينوي لذلك شرط أولاك بألقو حري ووحان لجل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت سيدو كلمة رسولك صلى الله عليه وسلم وحين كنت توجيهنا إنو شيقيا إنا نسكنتر الله هداد اسكنترولي ويديد وعربك اسكسي ديسو وترادو اسكا هذا مر بدن بوحو كيريا إلى هذا الشو أدي ونس أغين آدنا كو هذا الشو وحكوه جينيا حديث كا بخاري أورين أيو من حديث أبو هريرة نبقى صلى الله عليه وسلم وحوليه إن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا قف وحو كو هذا يا كلمة إلهي رأل أهنشيس خليها شيسة يسقوا عن مركب كوه الله عن مركب وحدنا كلا هين وعرب كمبي وركاس عرب كودل دل يوم بيصور رعدي إلهنا ورا الجلسي يرفع الله بها له درجات إلهنا وحوي كلمة درت بدرجات كرق قاضية بمعنى أجر فربنا أي الله قصينا يا عكس كذا اللي تمرك وإن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله قفك وحكو الله يا كلمة إلهي عرديس كتيرته لا يلقي لها بالا يسقوا المركة وحوكك حساب تمين وحسابه ومجرته واسكش يا جي وركي سعادي قامي كتيرتي كبعدنا وحوي وحكوه بسينار جهنم بلوية النبي صلى الله عليه وسلم وحكوه بنيسا يهوي بها في جهنم أولا انت صرنا من وحينا تسنيان مركة عرب كانوا إن نقضوه مد وحوي لو حساب تمه أو قفك وكو حساب تمه وحو شيغيو أبو هريرة سيدو كلا وحو النبي صلى الله عليه وسلم كوريني يا نبي إلا ويديي وحو قبضان وضدكو أي جنة كو جليان مركاس وحيري تقوى الله وحسن الخلق وحو قبضان وضدكو أي جنة كو جليان وقال لك عبسي يا خلاق ده وناك سنوي سيدو كلا وحو اللي ويديي ضدكو وحو قبضان أي نارت كو جليان إلا وحوي ضدكو مركي يوم القيامة لتقوه أو لحسابيه ضدكو لما فريق بين قرية فريق في الجنة وفريق في السعير وعلى ويديد وحا قبضا وضدكو نارتي كجليان مركاس النبي صلى الله عليه وسلم حيري الفم والفرج وحا قبضا وضدكو نارتي قلينيا وأفقى إيوه فرج قوي لما لا ساوتيا لذلك حديث معاد بن جبل نبي صلى الله عليه وسلم مركو خصال فربضان او اكثر الشيغي وعكو يلي اولا ادلك بملاك ذاك كله
ميانا انتو دن متكي كسو اروري سكو شاقين. قال بلى يا رسول الله وعير كف عليك هذا نبقى عربك وانتقبت وحجري كف عليك هذا وركائس كتوتي كائس كقبو كهدات كقبته أبد بادسة هو يا أبو حجري وإنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله رسول كلاه وحنا كوه الله إنه أردن ميانا الله استاء وحنا يردتك ميا وجه وجه أما سنقرر سنقرر نار تلو بردا إلا وحا أي وحا وي عربك قوستين موي. لذلك انت صدن يا حديث فربضان وكلاء والنبي صلى الله عليه وسلم كسقناتي وحي انتم تلماميا ان عربك ويهي هدي الالالين هدي الادبين هدي التوبرين وخيرك لو توبرين انو يهي آفة انساك على جنسة معايا لي من نوغو عربك ومن نوغي حبناها انساك وكلاء ودن وان نوغان ما أنت هدي لو يراه حول بحي حولها كذا ما ريحت هدي عاد معيت أسكبه وضوه ترى بحي بحي تدك مساكين فقراء أقرب وهذا ما ريان هذا استرا هذا الصوم بري يساد مسال ما هذا دم تركوا وسود جديا واتبع عامية ولذلك من الله قرانين ما لك استئن الصومه عيال تركي بدالية هذا ترى هذا تكنا يا سلا سلا تكنا يا إذا مركب تكتو هذا نفتو السود تاعي سحقول هذا واب الدالية حولك استوى كله وداليسا، وكان نوجي ساعة خيرات، لقي ساعة عربكو وامن نوجي، هدي اللي جوس الله ده، واللي جو أدي خير كنا نوجي مايو، هدي اللي جو أدي شركة يا خير درانا نوجي مايو، ولذلك ما تشر أمتها لكسنتي إلا وحكو بعده هلاشيا وعوار يا عربكو، إذا وعربنا بلين مركنا إلى فيرنا آفات كيسا قيب كمدة. أما كوا أقول للي تبع إنا فيرنو إذن عربك ما دام ويهي هدي الدبرين هدي الهجاتين هدي الخير كله تبرين ما دام ويهي ميت شركة وفكنا يا انتشر لك بوجيسن كرا شر انتشر لك بوجيسن كرا من آفاته الغيبة آفاتك وعرب بوجيسته وعكم إذا الغيبة حنت إنه وحنته غيبة محيطها مرك غيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحو كتفسيري ذكرك أخاك بما يكره ورالك عاد كشيك توحو نعيو مركا سيد الصحابة ودينا وحي رسولك يايو حتى عدوبة كسوكي هنا مثلا وإلا إياه وعاكوري وريا إليو وقعان لا إياه وعاكوري وريا محيطه قعان لاو وعيرا هديبة كسوكي هاي أو نعيو واضحة مطي هدوسا كسوكينا وما كسي درانته وعيري فقد بهدته وما بين أموروي أكسي وينت. لذلك إمام النووي بركو حديث كان فسيري وحو ليه وحكستا وقفك وكرهسانيو وبدن كيسا كسوغان جير كيسا كسوغان أما مال كيسا كسوغان أما كسوغان دين تيسا أما كسوغان الدنيا ديسا وحكستا أما أهل كيسا أما محيط وحكستا حوليهيسا wax kasto oo aad ka sheegto oo qofku karaasanayo waa xanwi walaahay noqde wax badan oo kamida xambo ma naqaanaba nabiga sallallahu alayhi wasallam aisha waxay ku tiri safiya inaha qasira way gaabanta sax way gaabnayd laakiin sidoo kale maxay rabtaa inay xoogaa tanqiis uga dhigto umul mu'miniin waxay tiri safiya oo gaabantay markaas wuxuu ku yiri wallahi وحاتر كلمة هدي بدل لقلين لها وفساد لها يتبض أقرمي لها أنت بس في أنت رشاقنا أنت بكبض أنت روح على الكوب كريمي الله سبحانه وتعالى قرآن كا إن بضنبو إن قراها الله يا أوليه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا هيس حمنين لي سنبت قليا مركز أولي وحال لو سميي مثل آدو فورحن أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وعليه لي سورة قلمطة مدكين أنه عنو ولالك سيلب كيس أميدة ولالك سيلب كيس أميدة إنه هلب كيس قوستو أو عنو سورة قلمطة وعن عدين باليري ما أقول دين وحال لم يدب عليري إنه عرضي صحك شيكتان حيال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
توصيات كيسية دردارة كيسي قدن بيهي مركو دردك ودردار ميهي ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام وعلى يريدينا يا شرفكينا يا مالكينو جد ما هو حرامي مركاسا ميسان اللي بيقول سميهي كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا مركا عرضك قفك مسلم كاهي وحاسو لميديا وحالا يري ولالك أميدا إلا هلبك قوسطو عنتو أما كاري أما سيد سكوعن مرنا سورة قلما قفنا يليوا فكاري تمو تي مركا وحاو عرضك سنوال لميديا هلبك سيوي وحالي الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة اللمزة مجاهد وحليه هاي الهمزة الذي يأكل لحوم الناس وميتك عنايا ددك البولة وددك حامانايا وحكا الشيقية ومحيطة طعنينية ومحيطة شرف كود وحكا الشيقية ونصب كود وحكا الشيقية حتى وحا الله أقولين نالي ساحن الله سبحانه وتعالى محكو التلمامي بئس اسم الفسوق بعد الإيمان يعني فاسق نمام مدد وقحن بكو التلمامي الله سبحانه وتعالى قفكم مقع عصان أقولين إناد كتر على ويارته وعو كتل مامي بئس الاسم الفسوق لما أقول مركا ناريسا فوشحن دائما ناريستحن يقفكنا واستقان قف دي مات الله بحي فرعون شيطان كي فرعون هاو بسكتقية لما أقول مركا وحي كمتا وحيابها حنحن والله أقولين الله سبحانه وتعالى عموما وعنوشي يددك مؤمنين تاين لدبائنسا بنانين وعلي الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا تدك مؤمنين تاكوا الدبية رقية الدمر بنوعي دراها النغذين كوا سواعوي فقد احتملوا وحي دوشة صار دوشة أورتين بهتانا وإثما مبينا بين أمور إيا الدنبي وين أي حبار صدين إنه وراك كعرى يسيسو الدنبي وين جريموي جريموي لا يغتفر إلا يسوينك عفية موية نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وحولي هي يا معشر من آمن باللسان كلك كددك عرب كود إله الرميو من آمن باللسان إله وحي عرب كود بحكي لها هذين آمنا به فارمين ولم يدخل الإسلام قلبه لكن إيمانك قلبك كمجل قلبك كمجره لا تغتاب المسلمين وردتك مسلمين تها حمانين بيلي نبي صلى الله عليه وسلم ردتك مسلمين تها نبت قليلها حمانين ولا تتبعوا عوراتهم عورات كودين هدبت قليلنا حمان توضا هدبت قليلنا باربارننا نبي صلى الله عليه وسلم وحليه من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم قفكي هل عنتوق قف مسلم عنتوق سيو عن توكتي تيو حمد كشكت وان حمد شرف كيسيبا وكشكت وكا عريسيس دعني بادو قيستي قفكي قف ولالكي سحنته أو هلبكي سعوه الله سبحانه وتعالى مدلم ذاب في نار جهنم وكو قودنا حديثك وحاولين يا أبو داود والحاكم صححه الحاكم ووافقه الذهبي البارن في سلسلة الحديث الصحيحة نبي صلى الله عليه وسلم وحو كور رمي مركي ليلة المعراج وعير وحا صوم مري بقوم لهم أظفار من نحاس قالوا عليهم عديه برأة يخمسون بها وجوههم وصدورهم وحي قليليان وشيادو دي كد الله عينيان لابتو دي عرشو دي قليليان وكد الله عينيان ساسيكو عذابين وعقابين مركزا وحو كويري من هؤلاء يا جبريل وركوا كانوا محيا هايان سنانو عقابني وعير جبريل ومركا وحكويري هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم هو كانوا كوا ددك هيرب كوضا عنايا وشرف كوضا كوحد قد بي وحكا الشيقية إذن غيبادو وحي كم التاي من آفاته إنه روحا ودعي كرتاه إنه كده رجنو وهذا نبى كل ركاد النبى ركاد يا يقانة ركاد سمعته ركاد جيل مركو عبه
هذا إن بيها وعوي اللي وسع عليه ودردورته هذا كدردور بيا قارين وعوي الركاد واسكم يدوي وعند كذا ركتي هذا إسكسي بدي سوي. ومن آفاته النميمة وحكر آفاتك وليه عرب كمدة النميمة إسكدرك إسكدرك لبركة محوية إسكدرك إيا النميمة دو وحوية إنا ضدك وركة أكلا نقلصه على وجه الإفساد هذا يقول أنت أتكلم لها إنا ضدك إسكدرته وإسكف السهادسه كان أقول تكسب على الله إبل إبل باشاي وحكو لها كان يا كان يا كان يا كان كان ساسويري كان لو وقتك توحى تري هبل با سيدا سكويري أما ميدون باو شكت هبل لا هبل بكدو لو غير وريا محام عالو والبا نقرب تواضي وما عالو والبا حنقا شيقية أما الرير بني فلان محاين نقربان انت بنا قبائل كوحيس كل أيان فلان بايري أما الرير هبل بايري محاين نقدم عن الرير هبل محاين نقربان رير هبل هبل محون نقربان قريو وحي كدوان النميمة. الله سبحانه وتعالى توجيه عام من السينية من ليه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعلى الله سبحانه وتعالى كوا أهل الإيمان كاهو هدو يذين ليما ومد فاسقه قف كستا اسكدر ولا حولا وفاسق يقو وفاسق مرة دعوة تدك اسكدر يسو تدك حمر يسو وفاسق نموي حاليا مرك إن جاءكم فاسق بنبأ من فاسق هدو يذين ليما دور فتبينوا ورسكه بيا لذلك وركستو كوي ماذا أديرو انتالا قاد قادن أو شيك شيكين أو عدو قوانين هبي معاير صاحبه عسى أن يكون فاسقا وركان عدة وداء وعليه كرتين فاسقي هاي فتبينوا الله سبحانه وتعالى وحولي هاي فلا تطع كل حلاف مهين هماس مشاء بالنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم وحالي لها داع متكستاء خير درن وضدك أنا اسكدره اسكدرك يا قانا وضدك ورك وكلا قاضه وعيبوي وصفو آدي آدو اللي دتوي وأخلاق كو اللي توي حديث حذيفة في الصحيحين نبي صلى الله عليه وسلم وحولي هاي لا يدخل الجنة قتات جنة قلي ما يو وحا قتات كالليل قتات كنا وحا ويري وحا وي النمام سكدرة ضدك سكدرة ضدك وركة وكالا قارة ضدك وركة وكالا قية جنة قلي ما يو حي لي هدو وحا قفع هذا كالكتو وينو أركي دوناية دي حتى هدو تكدو وهدو صومو وهدو عبادستو بريم الله قيب سنة يا وحيس تطبو شقيا وشقيا تطبو لو شقيا نفتي سوى شقيستو تطبو شقيا نبي صلى الله عليه وسلم مفلس كو شقيوي آخر كان إن شاء الله تعالى كخدم الدونا نبي صلى الله عليه وسلم حليهي ألا أخبركم بشراركم موالي ذي شقي نكو إذن كشر بلن إذن كشر بلن وإذن كخير درن المشاؤون بالنميمة وكوا أصعد اسكدرك إيا النميمة المفسدون بين الأحبة كوا سفس هذية تدك استعل تدك ورارها تدك أهل الإيمان تدك مسلمين وحوي نحدود في السهادية وكالقية كاوي وحوي كوا إذي كشر بضني أفر سوحة ليري كوا إذي كشر بضن فخير دروا ايش قد ما بيسوي ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي هي الا انبئكم ملعضه ملعضه موالد الشيغين وحي تهي مصيبه داس يعني مصيبه ويوي هي النميمه القاله بين الناس واسكدرك يا ورك لقاتك ددك ورك لو كلقادو ددك قيب بدن با واحد سولانيسا
وابكو امتحامين ولبا ولبا دمركو أبي وقاقب ذيه رقا وانا صفات النبي صلى الله عليه وسلم مركو دمرك الله اللي يكويري وارصد قضيست وعار الكي كوا نارتو أقبا إنا تهين نارتو كوا أقبا إنا تهين لما يا رسول الله تكثرنا اللعن عرب كنا اسكفر واحد دون تنبا شكتان نبي ماذا كم إذا نبقى صلى الله عليه وسلم حديث كلا وحليه ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة موارد أن تسيرين وحكى فضل بضن أو كخير بضن درجة الصوم يا صلاة يا صدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين تنام وتنطقف كنو كشقيه إصلاح ذات البين تذكر نحن الله وحي كحن إلا هكاتيو غير هبل غير هبل واسكن عسيهن لا وقوا يسوا مسلمين واسكن عسوي إصلاح بين الناس كشقيه هبل إيه هبل واسكن عسيهن إصلاح كشقيه غير هبل سلامتي يا أضيي وإسكود عسيهين إصلاح كشقيه